السلام عليكم. من فترة كنت قاعد أطالع شغلة باليوتيوب عن مؤلف كتاب The 4-Hour Work Per Week أو 4-Hour Week. هو كتاب وايد وايد منتشر. مؤلف الكتاب بإحدى مقابلاته كنت قاعد أطالعه كان قاعد يتكلم عن فلسفة معينة اسمها ستوتيزم. أمانة الفكر هذه الفلسفة وايد شدني، فتميت أبحث عنه. لقيت أن معظم الكتب أو معظم التطوير الشخصي أو معظم الشغلات اللي موجودة حق النجاح موجودة بهذه الفلسفة. شنو تتكلم عنه هذه الفلسفة أو منو اللي ألف هذه الفلسفة؟ هذه الفلسفة واحد اسمه اللي سواها اسمه زينو. قصته انه هو كان تاجر كبير، هذا يوم من الايام اغرقت سفنه، طبعا هذا الوقت 300 سنه قبل الميلاد، اغرقت سفنه، تضايق، تحبط انه ليش انا صار فيني كذي. اللي سواه انه راح قرا بالفلسفات اللي كانت موجوده اللي بين له انه اتضح له فكر جديد ألهم العديد من القادة، ألهم العديد من المفكرين. استوتزم بالمعنى الحالي الحاضر يقولون أنه هو أن أنت تكون هادي تحت الضغط. ومن فكرها أن إحنا ما نتحكم بالشغلات الخارجية، إحنا نتحكم بردود أفعالنا، نتحكم بنفسيتنا من الداخل. أنت ما تقدر تتحكم بظروف الخارجية، ما تتحكم بردة فعل الناس لك، ما تتحكم بالناس اللي حولك، ما تتحكم بظروف اللي حولك، لكن التحكم الوحيد اللي هو نفسك انت قادر شلون تتحكم فيها، قادر شلون تتحكم بردة فعلك حق هذا الشغلة، تكون هادي، تكون معصب، تكون هذا كله الكنترول عندك انت. ومن الفلاسفة الكبار اللي يتكلمون بفلسفة ستوتيزم، طبعا انا حاولت اترجمها بالعربية لقيت اسمهم الرواقيين. المهم إبكتيتس هذا شنو كان يقول؟ يقول إحنا ما نعاني من أهداف حياتنا، إحنا نعاني من تصرفنا أو نظرتنا حق هذه الأهداف، وهذا هو أساس علم النفس الحديث. وغير كذي في واحد اسمه ماركوس أوريليوس هذا عنده كتابات ألهمت نيلسون مانديلا وهو كان بالسجن. فكتاباته له تعاليم وايد، من هذه التعاليم اللي يقولها ماركوس أوريليوس، وطبعا ماركوس أوريليوس وايد ناس هو بالنسبة حقهم هو الواو أو المثل الأعلى. سوى كتاب عن الشغلات اللي تعلمها بحياته اسمها تأملات ماركوس أوريليوس. ماركوس أوريليوس شنو يقول؟ خليك خوش واحد، خليك حاضر، أي شيء أنت تسويه اسأل نفسك هل هذا ضروري إن أنا قاعد أسويه؟ إذا شفت الناس قاعد يسوون شغلة يقول هل هذا ضروري إنهم قاعد يضيعون وقتهم مثلاً إن قاعد يلعبون بتليفونهم، هل هذا ضروري؟ شنو أنا غايتي بالحياة؟ شنو ودي أكون أو شنو ودي أسوي إن أنا أنفع الناس؟ أو شلون أنت ممكن تغير الأرض حق مكان أحسن؟ ماركوس أوريليوس يقول قدر الشغلات اللي عندي، كون ممتن لها، كون شاكر لها. يقول انه خليك بعيد عن الماديات، خليك بعيد عن الملهيات الخارجية. كل انسان له غاية بحياته، له رسالة بحياته يحتاج انه يعرفها عشان يسويها. الحكم ملوته يقول ان احنا نتمرن على الأسوأ. شلون نتمرن على الأسوأ؟ فلنضرب مثال، إذا أنا رايح مثلا بأجر شقة مثلا 400 دينار ومالك الشقة قال لي أنا بعد سنة راح أزيد عليك 500 دينار، فأنا خلاص متوقع أنه راح يزيد علي 500 دينار. لكن إذا أنا كنت قاعد بالشقة ومالك الشقة ما قال لي بعد سنة قال لي بيزيدك 500 دينار، اللي راح يصير فيني لا ليش أنت ما قلت لي من قبل، أنا ما حسبت حسابي. ففكر ماركوس أوريليوس يقول أنه أنا أتوقع كل شيء سيء، لكن ما أعيش بحالة سيئة، لكن أتوقع كل شيء من هذا العالم عشان أنا يكون عندي قبول وسلام. يقول ماركوس أوريليوس أنه توقع أن هذا اليوم اللي أنت عايش فيه الحين هو آخر يوم بحياتك، شنو راح تسوي؟ أو عيش
باليوم هذا يعني تذكرت ستيف جوبز لما قال الموضوع هذا ان اذا هذا كان اخر يوم بحياتك شنو راح تسوي، فيعطي الواحد شغلات او يرتب شغلات مهمة بحياته، والشغلة الثانية يقول اشتغل على الشغلات الصغار صغار راح تسوي شيء كبير. الحين بتكلم عن واحد من فلاسفة الاستوك اسمه سينيكا، دز مجموعة من الحكم حق واحد يسمونهم letter from stoic to Seneca. اول شيء يقول اعرف طريقك انت شنو تبي بالحياة. الشغلة الثانية اللي يتكلم عنها يقول دور لك مرشد، سواء كتاب او احد يساعدك او واحد يساعدك بطريقة التفكير. الشغلة الثانية يقول وخر عن الجمع، يعني تشوف الناس متجمعين هنا انت خلك بمكان ثاني. ليش؟ وايد ناس يتأثرون بآراء الآخرين، يعني انت اذا تشوف نفسك وانت يعني كل الناس تحب نفسها وايد، اذا ليش ما تسمع نفسها؟ ليش ما ليش تسمع آراء الآخرين وتشوف انهم صح ويفقد الثقة بآراءه هو. ومن الشغلات اللي يقولها خل ذهنك صافي، عيش مع الطبيعة مثل ما هي، القبول شنو قاعد يصير أي شيء بالحياة طبيعي ان انت المفروض تقبله، تكون يعني لا سمح الله اذا شخص مات او حاشتك مصيبة هذه من طبيعة الحياة. والشغلة الثانية يقول السعادة تكمن بداخلنا مو من الشغلات اللي برا، يعني وايد ناس لما تشوفهم يشتري ساعة مثلا جديدة او يشتري سيارة جديدة او يستانس شهر شهرين ثلاثة ماكسيموم سنة بعدها يصير الموضوع عادي. فيقول السعادة مو خارجنا، السعادة داخلنا. طبعا اغلب الكتب او اغلب الدراسات تبين انه هو كلامه صح. ثانية بعد يقول انت مو مثالي، لا تسوي نفسك انت مثالي زيادة على اللزوم، لان ما حد فينا مثالي. لا يصير فيك ان انت تبي تتعب انك تكون انت الشخص المثالي اللي موجود بالعالم، وأوردي ماكو شخص مثالي، كل شخص فينا عيوب، كل شخص فيه شغلات انه قاعد يعدلها مع الزمن. هذه ملخصات حكم رسائل سينيكا. اشتركوا بالقناة، يعطيكم العافية.